عايزه اكلمكم عن منتجات مميزه عندنا هنا دلوقتي في مصر يونيك من الفريجرنسز. ستايل يوروب الشركه المستورده والوكيل الحصري لبراند برادي الاسباني في مصر من برفانات بادي سبلاشز ومعطرات جو. تفاصيل منتجاتهم مميزه جدا ودي هكلمكم عنها في الفيديو، زائد كمان انه معتمد من وزاره الصحه العالميه ووزاره الصحه المصريه، وباين هنا في دار البادي سبلاش، وحاصل على الثلاث شهادات ايزو مختومة على كل البوكسز بتاعتهم بتاعت البرفيومز. وده معناه ايه؟ معناه ان الخامات امنة على البشرة، وزائد كمان ان سعرهم على قد الايد. حاجتهم بتيجي جاهزة سيلد من اسبانيا، التايبينج على العلب بالسبانيش وبعض من التايبينجز مترجمة بكذا لغة، وكمان موجود بلد المنشأ سبين على العلب، مش عارفة هتقدروا تشوفوها ولا لأ. البراند مشهور ومنتشر جدا في اوروبا وبيصدر لحوالي 34 دولة. هكلمكم دلوقتي عن تفاصيل المنتجات. مبدئيا تركيز برفاناتهم كلها اودو تواليت، ثبتها 3 ساعات على الجلد وبعدها بتبدا تهدى، وثبتها اقوى على اللبس وانتشارهم قوي. نبدا بخط انتاج البرفيومز الفروتي، ودي مناسبه للكبار وسن التينيجرز، ودي بتكون كلها سويتي. كوكونات، لبان الفراوله، ستروبري جام، وفي التوت الاسود، وفي كوكتيل من كل انواع التوت مع الفراوله، وفي الفانيليا، وفي الكوتون كاندي. كل ريحه من اللي انا قلتهم دول ليها ريحه مميزه ومش شبه الروائح المعتاده. عايزه اقول لكم ان تكنيك الاوتومايزر بتاعهم حلو جدا. بصوا طبعا الفانيليا طبعا مميزه فيها. البرفيومز كلها سعرها 199 جنيه قبل الخصم اللي هقولكم عليه في اخر الفيديو. رقم 2 برفيومز الاطفال، ولادي وبناتي البيبيز ليهم كولكشن مخصوص، والسن الاكبر للاطفال ليهم كولكشن مخصوص. درجة تقل برفيومز البيبيز خفيف، ودرجة تقل برفيومز الاطفال وسط ناعم. روايحهم مميزة جدا. مكونات البرفيومز مناسبة لجلد الاطفال. علب البرفيومز في البراند عليها مكونات ريحة البرفان، ومكونات تركيبة البرفان مكتوبة في ظهر العلب، وعلامة الجندر على البوكسز بالنسبة لبرفيومز الأطفال. اللي معايا دي برفيومز أطفال مش البيبيز، ريحتها مميزة جدا، باودري بناتي، مش ريحة درجة. رقم 3 معطرات الجو الاير فريشنر الأمبيانتادور بالسبانيش. عندهم منه ميكادو وفلور برفيومادا، الاثنين بيغطوا غرفة مساحتها 5×5 لمدة 30 يوم او اكتر. ميكادو يعني ستيكس، ده ليكويد بيتحط فيه الستيكس، حجمها 100 ملي اللي هي الميكادو دي، بتتفتح وبتتحط فيها الستيكس، وطبعا بيبقوا قطعة ديكور سواء دي او الفلور برفيومادا. بالنسبة للفلور برفيومادا دي بتبقى وردة بيضة بتيجي مع الليكويد، بتتحط في الليكويد وبتبدأ كل يوم تسحب من لون الليكويد على مدار الايام، حجمها 90 ملي. فيها كذا شكل من الورود مش شكل واحد. وبالنسبة لكولكشن روايح الميكادو مختلفة عن كولكشن روايح الفلور برفيومادا. اللي معايا دي بريحه اللافندر، ريحتهم راقيه جدا كلهم. مشهورين ومنتشرين جدا في الدول الاوروبيه، محطوطه في البنوك، في المحلات، في العربيات. سعر الميكادو قبل الخصم ب 169 جنيه، وبالنسبه للفلور برفيومادا قبل الخصم سعرها ب 195 جنيه. بالنسبه للبرفيومز الحريمي والرجالي والبادي سبلاشز، دول عباره عن برفيومز بديله للبرفيومز الهاي براندز زي جورجو ارماني، باكو رابان، كارولينا هيريرا، إيف سان لوران. برفيوم الحريمي دي اسمها أولان، دي بديل لبرفيوم أوليمبيا من باكو رابان، وده البادي سبلاش بتاعها. عندهم البادي سبلاشز بيعملوه بنفس روايح البرفيومز بتاعتهم. عندنا هنا في مصر 6 بس في الوكيل الحصري، 3 ليهم برفيومز و3 ملهمش برفيومز. بالنسبة للبرفيوم الرجالي اسمها بوكسر، دي بديل لبرفيوم انفيكتس من باكو رابان. نسبة التطابق 96%، فيها التاتش بتاعهم شوية. هتعملوا الاوردر ازاي وتاخدوا الخصم؟ هما ما عندهمش ويب سايت. الوكيل الحصري والشركة المستوردة لبراند برادي الاسباني في مصر
عندهم صفحة على الفيسبوك وأكاونت على الإنستجرام، من خلال الرسائل هتعملوا الأوردر وتسيبوا لهم الكود اللي ظاهر قدامكم على الشاشة، وهتاخدوا بيه 7% خصم على كل منتجاتهم. ولو الفيديو ده بتتفرجوا عليه في الإنستجرام هتلاقوني سايبالكوا لينك الأكاونت بتاعهم تدخلوا عليه مباشرة في الكابشن.